أستاذ أحمد ناصف فيما يتعلق بالتعليم. ده جزء أساسي من برنامجنا الانتخابي والسياسي. والتعليم عندنا له برنامجين حيسيران في خطين متوازيين في نفس الوقت. برنامج لإصلاح التعليم العام اللي بيبدأ بأول ابتدائي وينتهي بالثانوية العامة، وبرنامج لإصلاح الجامعة. الجامعة إصلاحها بتحريرها من قيود الروتين اللي بيسيطر عليها الآن في ظل قانون تنظيم الجامعات، والتعليم العام إصلاحه يجب العناية فيه بالمنهج والمدرسة مبنى وأثاث، والمدرس تدريبه على التعليم الذي يتخصص فيه أو المادة التي يتخصص فيها، والتلميذ الذي فقد احترامه للمدرسة وحبه إياها. وده منهج متكامل إن شاء الله سيطبق من السنة الأولى للرئاسة. يعني إذا قدر لنا أن نكون في هذا المكان يبقى من أكتوبر 2012 هتلاقي تغييرات في التعليم بإذن